الايه؟ لسه اولا في نقطه، احنا في عندنا حاجتين برضو لسه هنكمل لعدل، ان احنا هي اللي في المحكمه 9000 وكسور، لا اللي في المحكمه 9000 وشويه، اللي موجوده في 27000. لا اصل انا زعلت 27000 يا استاذ اسعد، بس 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 لا 27000 يا باشا، 30000 ورقه، 50000 ورقه، ما هي النتيجه في الاخر؟ عاوز الاخر بس، اللي في المحكمه هنا عاوز النتيجه اخر 9000، ما تضمش عليهم ال 4000 ونص اللي هم كانوا عند سعيد بعد الستير، كويس؟ دي حاجه ودي حاجه، يبقى تضم عليهم يبقى 13000 وحوالي 600 ورقه. هو 13000 وشويه، لان انا اتكلمت مع سعيد على الاجمالي اللي فيه، هيكلفوا حوالي 1400 جنيه. طب نطمع فيهم امتى عشان الجلسه تنفع؟ مش نطمع فيهم امتى؟ احنا دلوقتي صورنا جزء كبير منها ووزعناه، يبقى فاضل ايه؟ وزعناه على مين بقى؟ على الاساتذه اللي هم اللي هم اللي موجودين. اوامر الاحاله اه هي دي الموجوده، اللي عاوز اللي يهمك ايه دلوقتي؟ ادله الثبوت وقرار الحاله، صح؟ لا انا عايز انا الملف بتاع ما جاليش كبير قوي رئيس ازاي؟ لا يعني ده لو نزل ليه فعلا فيه ومحكوم خليه ماشي حضرتك بقى، ولو بعت لك نسخه حاجه بقى. طب نطلع ايه انت وربنا هو انا الديسك بتاعك خف علينا بس عشان فاضي ولا بعد الجلسه عن ثلاث حاجات، الضم والقضية بتاعت مبارك وقضية الجمل. قضية الجمل 2000 ورقة، أنا كنت فاكرها 1400 ورقة، 2000 وكسور. اتضافت. هم كلهم حوالي 2000 وشويه كده. بس ازيك يا عم ماجد؟ برضه لو جبنا نسخه مش هنبخل. لا يا عم انا مش وكيل. ازيك يا دكتور حامد؟ ازيك يا دكتور حامد؟ تيجي يا دكتور حامد تعالى. قلت لك امبارح على 25 بس استنى الشعب. خلاص كده يا جماعه. بس الدكتور لسه ساعتين كده. باذن الله باذن الله الاربع الايام. اسعد في بره بس عشان الشارع الشريعه. بالنسبه للقضيه الاستاذ بقى هيبقى مدير عشان انا بص انا خايف في القضيه، يعني في جيب لي نص اللي كنت سالت من الجلسه بيقول لك يا جماعه القضيه ده محدود طلع معاه في العيال مش هقدر احكم. المجموعة اللي طالعة الفريق ده حاطين 30 اسم، 40 اسم مش مهم. المحامين اللي طالعين عملنا جامعة كلنا واحدة، احنا مش بنختصر على دول والباقي لا، اللي عايز يطلع من دول بس اسمائنا كلنا معاهم مش مشكلة. نطلع. هو غالبا اما هنقدم طلب عشان موضوع طيران حربي، لان انت عشان تسافر 8 ساعات ولا 7 ساعات. اه الاستاذ محمد الطماطم قال لكن صعب. الواحد مش هحتر قلبي. لا خلاص الموضوع ده هو بيحترق دلوقتي. يعني خلاص يعني عندنا حلين. انا كنت مع قاضي دلوقتي بدون ذكره من سياده المستشارين، قال للمجلس العسكري استحاله ان هو هيديك انت يا مدافع الحق المدني يعني يطلعك. ده هو الود ود يضربك بالنار. بس يا سيدي قدم طلب. قدم طلب. ما اترفض الطلب. هل انت تستعد لحضور 6 ساعات ماشي في الطريق وهناك انفلات امني؟ ممكن حضرتك تسمعنا ده السؤال. لو رفض هيطلع ان ايه؟ بيان ان تم رفض
ان يعني سفر لجنه المحامين ده دليل على ان في تواطؤ في السيد عزيز. انت ساعتك اولا هل المدعي بالحق المدني يؤثر في سير الدعوه؟ عدم حضور المحامي المدعي بالحق المدني يؤثر في سير الدعوه؟ العبره بالمحامي مين؟ المتهم. هل احضره؟ خلاص انت تيجي ايه تدعي المدني؟ كان يا عم كسر هو مع يبي حق المدني على الانصاف ده كتب ان الدوله تحت حقوقهم هل بعد ما يكتب بيان انك تطلب باسم الخبر يقدم يعني يروح فوق برضه وزير العدل يقعد معاه رسمي دي قصه عايزين نتحرك شويه مثلا يبقى فيه وقف يطلع وزير العدل بعدها ب 10 دقايق وقف يطلع يتحرك فرع رئيس الوزراء بعدها يطلع على المجلس العسكري بشكل مهذب وبشكل رقيق جدا ان مثلا 10 او 20 محامي بهيبه كده يروحوا مع وزير العدل يقولوا له ان يعني عايزين نوصل للحكومه اننا ما زلنا نستطيع ان ننقل راي الشارع المصري يا استاذ بعد الدوله سبحانه وتعالى عايزين ان هذا يعني المجلس او القضاء او الوزاره لا ياتوا الا دكتور صح يا اخوانا احنا مقدمين على طلب العالميه ورحنا بمسيره وقفلوا الباب بتاعه وانتوا كنتوا موجودين كلكم وما حصلش علانيه الا بالضغط الشعب قبل اي سبب ده الكلام ده كله معروف احنا مش عايزين نشتت افكارنا عايزين نركز على ان المحاكم هنا في القاهره وان محاكمة بتوع السويس اللي في السويس البلد ده يتاتى ازاي؟ هنعمل بيان ونتفق نروح لوزير العدل بكره بكره على طول يعني بهذا الطلب ورئيس الاستئناف نروح له بهذا الطلب ونروح له برضه خلاص مجموعه يروح لوزير العدل 20 30 محامي تمام نتقابل نتفق نتقابل هناك ازاي او هنيجي من هنا ونروح هناك ازاي تمام مفيش مجال للسفر لشرم الشيخ يا اخوانا ومفيش وسيله هتنقلك ولو وسيله انت جبتها على نفقتك الخاصه معرضه بنسبه 90% للقتل في الطريق ليه ان يتعمل حاجه فيها دي امور واضحه قوي انا اتشتمت اكتر من 10 مرات امبارح في التليفون عشان التصريحات بتاعتي اكيد فاحنا عايزين والله انا جالي برايف نمبر برضه فرقتين من تحت كده عايزين نركز ضغوطنا على ان المحاكمه تبقى هنا ولو لو لو ما قدرناش لغايه 3/8 الجلسه اللي جايه معروف انها تبقى جلسه اجرائيه واحتمال عدم حضوره وارد والكلام ده كله لكن تظل الجهود مستمرة للضغط على أن تكون المحاكمة هل الجمعة اللي جاية دي الجمعة هل لابد منها عملنا شكل جماعي نقدر في وسط الزحمة دي نطلع نقول إن نقاط المحامين تطلب بيان يوزع في يوم الجمعة ولازم يبقى رأينا يوم الجمعة ده واضح فيه إن المحاكمة لازم تبقى موجودة هنا في القاهرة تمام يا اخوانا المسألة هناك اتفاق ضمني بين أطراف معروفة ألا تتم المحاكمة وإن تمت تتم بشكل صوري تمام يحبسوا شوية وبعد كده والدليل على كده أنتوا فاكرين يحيى الجمل لما راح مطلع مشروع التصالح في قضايا المال مش فاكرين الكلام ده ولما هوجم اتسحب المشروع يعني لانه هناك بيخرج بشكل جديد حاليا ممكن يخرج بشكل جديد لكن لو لقى هذه الضغوط الشعبيه المستمره بيرجع وانا قلت لهم ان هذا المجلس او الحكومه بيشتغلوا بقاعدة معاوية بن أبي سفيان إذا كان بيني وبين عدوي شعر من قطع إذا أرخوا شدت وإذا شدوا أرخيت ماشيين هم بهذا الأسلوب وأنا مش عارف وأنتم مش متذكرين إن مبارك لم يقبض عليه هو والثلاثي إلا بعد لما عملنا محاكمة شعبية في الميدان ده الكلام ده معروف للكل فاحنا عايزين نستمر في الضغط الشعبي على ان تكون المحاكمه في القاهره ومحاكمه السويس مش مطلوب بتوع السويس يشعتفوا ورا الناس ويجوا التجمع الخامس هو ده الضغط اللي مطلوب دلوقتي الحديث
في الضم وعدم الضم والحديث في المسائل دي هذا امر لاحق لده. اضغط امسك حاجه ونفذ فيها المطلب بتاعك. الحاجه الثانيه وهم طبعا اتفقوا عليها برضو ان هتبقى الدوائر هتتفرغ لنظر هذه القضايا. لكن احنا ما بنقولش بقى الدوائر تتفرغ، لا عايزين دوائر خاصه، دوائر خاصه. خاصة قضية الجمل، يعني قضية الجمل يعني هم عندهم يعني هي الدفاع عايزة تبقى قوية مسألة مش سهلة. يعني في دوائر خاصة ودور الانعقاد يستمر بدل 6 أيام في الأسبوع، والقضاء لازم القضاء المصري يواكب الحالة الثورية، وده اللي احنا بنقول عليه. القضاء المصري يواكب الحالة الثورية، قضاء مجلس الدولة واكب الحالة الثورية، وقبل الثورة وبعد الثورة. القضاء العادي وانا قلت أدار ظهره للشعب المصري، وعشان كده احنا بنقول القضاء المصري احنا مش عايزين الشعب يدير ظهره ليك. بنحاول ان احنا نقول لك انت الحصن لغاية دلوقتي، وانت في صخرة الشامخة لغاية دلوقتي. كل القصة والحواديت دي احنا عايزينها تستمر لغاية برضو معاه، لكن ان لم يواكب القضاء المصري الثورة المصرية هيكون للشعب المصري بصراحة موقف اخر. الشعب المصري مش هيشوف حد يبرع وهيسكت. طيب احنا بنقول برضو عدالة وكل حاجة، وعدالة منصفة وياخد حقه وكل حاجة، لكن اذا وجد. ولذلك انا مقترح ايه؟ لحظة واحدة دكتور حامد بس اخلص. انا رأيي ان اللي قدمه للمحاكمة لا يتعدوا 200 واحد على كل المستويات في كل المحافظات، لا يتعدوا. انا من وجهة نظري واللي يقرأ المادة 39 من قانون العقوبات اللي بتعرف الفاعل الاصلي، بتقول ان كل واحد اتى جزء مكون للجريمة يبقى فاعل أصلي. تمام. يبقى فاعل أصلي. صحيح. ولذلك أنا مثلا عندي قضية 18 متهم متهمين في قتل واحد، قضية مكتب. طب وبقى لهم 3 سنوات محبوسين احتياطي. أنا عن المدعين بحق المدى، وكل ما المتهمين تيجي تتكلم في الحبس الاحتياطي أديهم. بقى لهم 3 سنوات محبوسين. فإحنا طبعا بنقول إن الأدلة اللي قدمت للأسف الشديد أدلة لا ترجح إدانة المتهم. ولذلك بقى هنا ولذلك أنا بقترح طبعا ده مستقبلي إن إحنا نعمل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. المادة 11 بنقول لهم احنا عايزين كل المتهمين اللي تواجد على مسرح الجريمة يا وزير الداخلية ادينا نشوف بالخدمات، كشف بالخدمة بتاعك من يوم 25، بلاش 25 ما حصلش فيها قتل، من يوم 26 بالنسبة للسويس، لأن القتل في يوم السويس 26 27 ومرورا بقى 28 و29 ادينا نشوف الخدمة بتاع حضرات الضباط اللي تواجدوا على مسرح الجريمة ولا بد من التحقيق معهم. ورجع دفتر الاحوال او يعني اي الكشوف اللي بيفيد الموضوع. هو كشف تاني او هم اللي بيطلعوه دلوقتي يطلع لك شهاده ان هو ما كانش موجود. لا ده موضوع تاني. لا ده محمد ده. ولا يجوز الشخص ان يصطنع دليل لنفسه. انا عايز الفكره ايه؟ لا يجوز.